تقول اعطيني شربة ماء، تقولي ساكر فمك ماليش خدمة عندك هكا. فريملة معناتها اللي يخطف شهرية على حسابي وحسابك انت يقولوا لك هكا؟ يا اللي ماليش خدمة عندك وساكر فمك، تقول له صاحبتها يعطيه شربة ماء شبك، تقول له بالي حشاك يموت ولا هكا كيما هكا. أمين السبيطار هذا وين؟ في سليان. هو تخلى على كورونا السبيطار خرج لكم مشلول. خرجنا هكا، خرجنا هكا. كنا نخدموا في الفلاحة أنا وياه، أصبح هو مشلول وأنا شديته، أنا لا يبي. وسي أنا يا أنا ياك نجب أنا ويا نسوني ياهم ما ونسوني. يا انا وحلف له اه يا ما حبيت هاي روح صغار هاي روح انا يفضلتها. مرض لي بكورونا راجلي وهزيته للسبيطار الروحية قبل العيد الكبير. مرض جمعة رقدها فطار وجمعة هزيته للسبيطار نهار الثلاثة، الثلاثة الأخرى نلقاها مجلوط بحكم هو عنده السكر ويتمشي فريمل وتجي فريمل ما يعملوش لي يعطوش دواء السكر. يا أخي حتى عملوا له كزرار جلطوه، هو طلع له السكر 5 غرامات وهما يعملوا له في الزرار. هو كان يمشي؟ كان يمشي لبس عليه، عملوا له الزرار جلطوا له يديه وساقيه وظهره ومخه وراسه من هنا تمس معناها ولا يهلوس ولا ما يدريش على روحه. فانا بقعة فهمتني، هو كي طاح دخل حشاك التواليت، دخل التواليت طاح غادي تضرب لهنا في راسه هذيك كل الدم متليه ونلقاه معناها ومنعوا عليه الزياره ما حبونيش نخش لهم خاطر قلنا لهم معناك المرضى غاديك كلهم قلنا لهم نظفوا البيوت الراكدين فيها راهم معناها فيها برشا وسخ. اليوم تغدوا مع لك الكلمه هذيك ما حبوش يخلونا ندخلوا لهم ونزوروه ونوكل فيه بداية ما نجمش ياك ما حبوناش ندخلوا لهم. النهار الاخر مديت له الماكله من الشباك قال لي اللي الراكد معاه قال لي ادخلي له من هكا راهو ما ينجمش يقو. دخلت من هكا نلقاه معناها يعوم ويغطس حاشاك في البول وما بوش يبدلوا له وحالته حليله ويعيط لهم مجوش وما حداش وحتى حد. دزيت نعيط ونبكي العيط الفرملي يقول اعطيني شربة ماء، تقولي ساكر فمك ماليش خدمة عندك هكا. فريملة معناتها اللي يخطف شهرية على حسابي وحسابك انت يقولوا لك هكا؟ يا اللي ماليش خدمة عندك وساكر فمك طلبتها في شريبة ماء قلت لها مديني دم وزمي تقول له تموت ولا تحت. تقول له صاحبتها يعطيه شربة ماء شبك تقول له بالي حشاك يموت ولا يحت هك كيما هك. أمين السبيطار هذا وين؟ في سليان. أول مرة في الروحية كي تجلطت في الروحية. بشوية عدوا لي لسليان. تجلطت في الروحية عدوا لي لسليان باش ينحوا المسؤولية من روسهم هم. عدوا لي لسليان وما خلوناش نزوروه ما خلوناش ندخلوا له. الفرملية ندق عليها بربي نقول لها وكليه كعبتيني الياغورت وبدلي له الكوش نتاعو. تقول لي باهي باهي تو هزتهم كعبتيني الياغورت اليوم تغدوا زدنا شفناهم تحت عند تحت الفرش من اللوط. كي حلينا الباب بشوي نلقوهم غادي تحت الفرش ما حبوناش ندخلوا له. دبش وقعد كي خرج دبش وقعد غاديك تليفون وفلوس وبقيه فلوس صرف قعدت غاديك الكوش كامل قعد غاديك وخرجوا هنا في الامبيلونس بعثوا هنا كان هو معنا ونين داري في الجبل معناها ما نسكنش قريبه للمدينه. قعدت عند اختي باش تخرجوا اختي عندها والجيران ولاد الجيران الله يسترهم يعدوا في السطاجات في الفريمل هم اللي معناها خرجوا لي الماكينه بتاع الاكسجين لدار اختي وصحوا عليها وعاونوني ووقفوا معايا ويمشوا معايا للسبيطارات وواقفين معايا ويطلعوا في الاوراق وشادين الصف كانه ابوهم خاطرني ما حكم ما عنديش اولاد ما لا عندي اولاد لا بنات فهمتني. وفي سليانة كي نمشوا نزوروه ما يخلوناش نزوروه ما يخلوناش نبدلوا له على الاقل نحن ولا ندخلوا معاه يقولوا لنا لا باس عليه لا باس عليه لا باس عليه. حتى قلت مشيت للطبيب قلت له خرج لي راجل ليله العيد الكبير قلت له خرج لي راجل قالوا لي ما فهمش امبيلونس فاش تخرجيه فمش امبيلونس باش تخرجيه كان تجي امبيلونس من روحيه وتجيب مريض تو نرجعوه فيها
معنا نحن روحنا مع المغرب، روحنا في اللواج مع المغرب، والامبولانس قال واي داخل امبولانس السليانة تو يخرج فيها، خرج فيها دبش وكل قعد غاديك، فهمت؟ ونحن كي نجو نزورو فيه هنا نخلوهم ما يمشوا من غاديك في ماضي ساعتين وماضي ثلاثة، يمشوا يفطروا ويقايلوا باش نحن نحلوا الباب وندخلوا له نبدلوا له كوش ونوكلوا حاجة، ونلقوه في حالة معناها ما ينجمش يتكلم جملة وما ينجمش يهز يديه الراس، معناتها هو تخلى على كورونا الاسبيتار، خرج لكم مشلول، خرج لنا هكا ولتو حتى عملت معناها فك الشيخوخة ال 180، عملت شهادة فك ال 180، كل شهر يقولوا لي تو تهبط له الشهر هذايا، كل شهر تهبط له الشهر هذايا، كل شهر تهبط له الشهر هذايا، لا ياخذ فيه ماندا، لا ياخذ فيه انتريت، لا ياخذ فيه حتى شيء، وما عندناش منين ناكل ونشرب. كنا نخدموا في الفلاحة أنا وياه، صبح هو مشلول وأنا شديته، وأنا لاهية بيه. ما عندناش شكون يعطينا، ما عندناش شكون، عاونتنا العباده صحيح، عاونتنا الله يرحم والديك ووالديهم، عاونوني باللي كتب، ولكن ما عادش ينجموا يعاونوا، خاطر العام اللطف مشوم، الكوش لا باش نشريهولو، عملت معناها في الكوش اعطوني اربع كواش، وبعد قالوا لي اعملي ديموند اخر بست شهور، يقعد هو ست شهور بلا كوش للي نعمل ديموند اخر، فهمتني؟ والدواء نتاعو غالي، صدقني الدواء نتاعو الاول ب 300 والثاني ب 300 والثالثه وفي الثنيه كل مره لقط له، كل مره يعطيني عابد حاجه باش لقط له دواه بالباك. صدقني والله لقط له في دواه بالباك. انت بنت ريف وانا فخور بالحق لي، انا قاعد نعم في حوار معاك انت ومعناتها ونفتخر بيك، وفي مقام ميمتي نحطك فوق عيني وفوق راسي، وماهيش مزيه هذه الحسره اللي انت فيها، الظلم اللي انت فيه. قلت لي شفت الويل، كي يقول لك هذا كل حوصله لي في غنايه كي نتاعنا احنا نتاع البدو نتاع جونا احنا القديم، شنو تنجم تقول لي حاجه من قلبك؟ ايه نجم نقول لك ويا واعينا الكرمه وجاي بليل خبار، ويا واعينا الكرمه جاي بليل خبار، ويا واعينا الكرمه وجاي بليل الخبر عليها والطفلة الصامرة من هذاك الحال، وكاها والبك نباحنية وعند ستار البيت، وكاها والبك نباحنية وعند ستار البيت، وكاها والبك نباحنية وعند ستار البيت، ولا هوا من عقابني وما ترعى وليت. شكرا. نقول له اجاني جوابه وقريته على ضوء الشمعة خلاني نبكي بالدمعة. سمحيل. يا نهاي يا نهاي يا يمه يا هاينا اي اجاني يا جواب يا ما جواب، وانا قريت له يا انا ذوى والشمعه يا ذوى الشمعة وخاي أي أنا لاني أنا أبكي بها والدمعة يا وقالت ليلي أي أنا أي أحباب أنا يرحلوه وساي أنا يا أنا ياك نجب أنا ويا نسوني يا أما وانسوني أي أنا وحلفوا له يا انا يا عدا يا يجوني ونسوني. قلت لي ونسوني رحلوا الجبانه
احبابي رحلوا سكنوا الجبانه ونسوني ورحلوا ما عاد وحلفوا لا عاد يجوني. الناس المسؤوله شنو تحب تقول لهم؟ عاوني عاوني وربي يسونك وخليك في المسار هذاك وربي يسونك ونحب نحب تعطيني سكنه وتعطيني فاش نعيش انا وراجلي وتداوي لي راجلي. حب تبري لي راجلي ما عادش عندي باش نداويه باش تاخذ. نوصل صوتي قيس سعيد نقول له شد في المشد ما ترجعش للوراء ما ترجعش للوراء ونقول له نحبك تخرج لي خويا راه عنده تو سنوات ما خديت هذا خرج لي خويا راه ما عادش فيه راه ولا شايب. قالوا لي حتى انت تبارك الله معناتها معطينك في الغناء حاجه كام مليعة اللي تعيش فيها غني لي حاجه. أهلا لي أنا نوحا قلت أنا قبلهم آه يوم قبل يا أهلو لي قبل أنا حددت آه يوم حددت هاي روح صغير آه هاي روح أنا فددتهم وأهلا لي أنا انا هقول وانا لام يا ام اه لام لا تبكي لا تقول اي ولدي اه يا ام والدي راهوك عندك ما عندي اه واهلا لي هاي رجلا تخت لا وناس قروا انا هالقلا يا وفيا اه يوم فيا شافوني با اه الباطل ما ناد هياهم. شكرا. نوصل صوتي قايس تعايد تقول له شد هكاك ما عاد ترجع للوراء ونحبك تخرج لي خويا راه شيب ولا في الحبس شايب ومريض ومريض بالبرد وعندي خويا بوهالي وامي نعاني فيهم وعندي ينسبي مقعد واختي راهي ما عادش فيها ما عادش ما عندها صغار وانا زاد عندي صغار وراني كاريه والراجل قال لي يخرجي من الدار خلصيني في الكريه فك كورونا ما رحمنيش قال لي خرجي قال لي خلصيني في الكريه ما يهمنيش انا يعني مرض ولا مش مرض خلصيني في الكريه.